أصعب يوم في حياتك الزوجية مع سي محمد، ولا أسوأ ذكرى عندك تتفكرها في أسوأ في حياتك؟ ذكرى في حياتي ليلة اللي تم اختطاف محمد في عقبة الليل في الشارع. من العطار حاجة هكا؟ لا في الشارع، مروح من قهوة مع أصحابه ومع صاحبه. ليلتها كانت أصعب ليلة وأخيب ليلة وأتعس ليلة. بورتون عشت برشا مآسي بعدها في فترة تاع السجن، اعتداءات وضرب ويهجموا عليك في الليل، أما لا كله ولا هذيك معناتها حاجة رعب رعب رعب. خاطر كيفاش قالوا لك الأخبار؟ خطفوه وهو مروح؟ هما خطفوه وهو مروح. رغم اللي سي محمد متريني بالقديه معناه. لا محمد ينضبط، ريتو هو يعترف بالدولة. محمد حتى كان في عهد بن علي ما يقولش انا لا اعترف بالدوله وانا نمشيش للقضاء. هو محامي يمشي رافع قدم قاضي، والقاضي ذيك مؤسسه قضائيه في وسط الدوله، يعترف بالدوله ضد المنظومه ضد النظام، اما الدوله يعترف بالدوله. الامن حتى كان وقاعد استعماله من عند منظومه فاسده، هو ديما يقف في نهايه الامر، هو امن الدوله امن نتاعنا. معناتها ما نجمش نقول لا اعترف بالامن ولا ما تشدونيش، لا بالعكس اللي وقفوه احترموه برشا. شو نقول لك حاجه تو معسر، هي الامنيين اللي وقفوا الاستاذ محمد عبو احترموه احترام رهيب، تعاملوا معه بطريقه حتى في وسط كي بدو ما مهزوه وعبروا له على ذلك صراحه، مش كنوا واضحين. حتى الامنيين وقت باش يجهزوه من السجن باش يجهزوه للمحاكمه. فهمت؟ وبطبيعه كي يقول لك الليله هذيك والليله هذيك واول نهار في الليله هذيك واللي مدغدر نتاع 24 ساعه ذوك، مش كل ليله 24 ساعه ذيك. 24 ساعه ذيك انا واحده من الناس معناتها هذيك الدايره هذيك غيروا لي حياتي انا 24 ساعه ذوك.